طبعا بيبقى فيه قلق على الفنان طبعا، وخصوصا اللي بيعملوا ادوار بطوله دي بيبقى فيه مسؤوليه كبيره قوي عليهم، وبيبقى فيه حته انا يعني ملهاش بقى دعوه بالفن او بان انا هبدع في دوري، فيها بقى لعب بقى بالسوق، وانت نازل ومعاك مين، افلام نازله ونازل في اي توقيت ونازل في كام سينما ونازل ولو حصلت احداث عامه في البلد هيحصل ايه، ليها مين حاجه. انا ايه اللي دخلني انا في الحته دي؟ انا اعمل فيلم والسلام عليكم واروح. انا السنه دي مثلا ايه عامل مسلسل وعامل 3 حلقات مع يوسف الشريف وعامل مشهدين مع يحيى الفخراني. لما يقوم يكلموني ما قلت لهمش لا انا هروح اعمل معاكم مشهد ولا مشهدين ليه؟ لا انا ما اشتغلتش مع يحيى الفخراني قبل كده، ايه المشكله ان انا اروح اشتغل معاه ويشوفني واتعرف عليه وبتحط في السي في بتاعي ان انا اشتغلت مع يحيى الفخراني في مسلسل وعمل ناجح ككل. بالظبط، فاهمه؟ يعني في ناس يقول لك لا ايه ده انتوا جايين تطلبوني في مشهدين بتاع العربيه حلوين جدا. اه يعني في ناس يقول لك ليه؟ لا عملت 3 حلقات مع يوسف الشريف مع اني اشتغلت معاه قبل كده مسلسل كامل. انا جاي لي اساسا ما عندي عرض اليومين دول، اساسا هقعد مع الناس عايزيني اعمل لهم فقره في الاوربت في القاهره اليوم ده، اعمل لهم فقره اكل. هقول لك خبر جديد غالبا عبد الله ده هيبقى فيلم مش هيبقى مسلسل. عبد الله فيلم ده انفراد. يعني طب كلمنا على عبد الله الفيلم. والله لا لسه ما اعرفش تفاصيل عنه، بس عرفت ان هو المسلسل هيتقلب فيلم.